من قهري من هالواطي رح انفجر والله. ما رح يشتكي للمخفر، ما شفتوه لما نفس دقت للنجدة كيف ما قبل يحكي ولا كلمة؟ هو ما لقاها حلوة بحقه، شو بده يقلن أنا فيدات بيك خطفوني كم مرة من قلب بيتي؟ يعني إذا منروح نحن ومنعترف على حالنا هو رح يقول لا. قلبي عم يحترق لأنه ما عملنا في شي. رح جن يا بنات. شو اللي تغير؟ يعني هلأ شو استفدنا؟ حنعمل الشي اللي بيريحنا. مرجاني، بتعرفي إنه وضعك ما نو عاجبني؟ شوفي شو صاير لك يا بنت، كنتي خجولة ولطيفة كتير، هلأ صاير عم تخوفيني. بتحطي عيونك على مكان وما عاد بتشيليون عنه وبتصير تقولي شغلات بتخوف وغريبة. أسية خلص بقى، الله وحده بيعرف الشي اللي مريت فيه. شيلي الأفكار السخيفة من راسك لك، نفس عنده حق، ولا وحدة فينا رح توسخ إيديها بدمه لهداك النجس، عم تفهمي؟ شو رح نعمل لك؟ ايه تمام، معناها خلينا نروح لعندهم فكه ونطلب السماح منه. الأسبوع الجاي رايحين على حديقة البطأمك، المعلمة هيك قالت. لوين؟ البطأمك بارك. بوتانيك بارك قصدكيت؟ اي طيب، حلوة الفكرة. المعلمة كمان قالت فيكن جيبوا أهليكن معكن. لوين؟ على الرحلة؟ ايه طبعاً. شو ما بدنا نروح على السينما؟ يا روحي، هاي أمك شكلها ما لرايقة للسينما بالمرة اليوم. لك أمانة خلونا نروح. طيب حبيبي منروح. دخيلك يا ربي، شو بدي أعمل؟ بس بدي اتصل بآسية لشوف إذا مشوا الشغل ولا في شي مشكلة. حبيبي تعال لبسك جاكيتك. ايه كيفك؟ أنا منيحة وأنتي؟ ليكي اتصلت لشوف شو عملتوا. والله بعد ليلة مبارح ماني عارفانة شو بدنا نعمل، نفس أنا خايفة. شو رأيك نتراجع بأول الطريق؟ بلشنا بشغلة أكبر مننا أساساً. نظرات مرجاني لحالة مخوفتني كتير. والله ما بعرف، ما بعرف، بتصل فيكي بعدين. ليش أنتي وين؟ أنا عنديت وطاهر. طيب شو مشان الطلبية؟ أي طلبية؟ هلأ وقت الطلبيات قاسية؟ منحكي بعدين، باي. تفضل. خد الباقي، يسلموا ايديك. كلك ذوق. ايه رح نمشي؟ ايه رح نمشي. تفضل يا بطل. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.